الضرورة الملحة لاستمرار وجود من ينقل الأحداث التي تجري على الأرض السورية دفعت عددا من الشبان للالتحاق بدورة إعلامية لتعليم أساسيات العمل الصحفي. هذه الدورة كانت من منطلق أنه نحن الصحفيين اللي نشأنا في الثورة في من خلال عملنا 4 سنين أو 5 سنين في مجال الإعلام، كان من واجبنا أنه نقدم الأشياء اللي تعلمناها لناس جدد يتابعوا الشيء اللي نحن بلشنا فيه. في كثير شباب اعتقلوا، في كثير شباب خطفوا، في كثير شباب استشهدوا، كلهم زملاء لنا، كلهم كانوا أصدقائنا. فنحن من واجبنا كان أنه نعمل جيل جديد ندربه على الأشياء اللي نحن تعلمناها. نحن يعني تيسر لنا ناس يعلمونا، فنحن لازم نعلم ناس ثانيين. هلا هاي الدورة كان فيها عدة محاور رئيسية، أهم هاي المحاور هي كتابة الخبر الصحفي، التصوير، المونتاج، إعداد تقرير تلفزيوني بشكل عام، إضافة للتصوير الفوتوغرافي ومهارات الناطق الإعلامي. هلا أنا اخترت عنوان الدورة يكون أساسيات العمل الصحفي لحتى الشباب اللي موجودين بالدورة ياخذوا أساسيات من كل شغلة، بعدين هن بيختاروا بإيش رح يختصوا. أنا التحقت في الدورة لتطوير مهارات الإعلامية والتعرف على كيفية التصوير، لأن بداية الثورة في كتير عالم طلعنا وشلنا الكاميرات وصرنا نصور، بدنا نتعلم إنه هاي اللقطة صح هاي اللقطة غلط، وهي هي الهدف الرئيسي من التحاق في الدورة. استرسل في الحكي لبما هو يقع. القائمون على الدورة تعلموا الإعلام واحترفوه في الثورة السورية من خلال مؤسسات تعنى بشكل رئيسي ومباشر بالشأن السوري. أنا كانت انطلاقتي من تلفزيون حلب اليوم، كنت من أول فريق اشتغل بتلفزيون حلب اليوم. تلفزيون حلب اليوم له فضل كثير كبير علي بالشي اللي وصلت له أنا اليوم. بتوقع أنه نوع من رد جميل لحلب اليوم أني أعمل هاي الدورة. تأتي هذه الدورة ضمن مشروع الحوكمة والإدارة الرشيدة الذي أطلقته لجنة التمكين في الشمال السوري، والذي يهدف لتطوير مؤسسات المجتمع المدني في المناطق المحررة إداريا. يحاول منظمو هذه الدورة إعداد الشباب بشكل صحيح للارتقاء بالمجتمع السوري نحو مستقبل أفضل. سليمان العيد، حلب اليوم، ريف إدلب.